Allah ya Allah. سمعنا صوتك شوي. هيا قوه وين قوه. أبو شاب الله. نحن كتائب الجيش السوري الحر المتواجدين الآن على مداخل مدينة الباب. الحمد لله رب العالمين تمت السيطرة على دوار الكف واتجهنا للأمام. سيطرنا على مبنى الحزب والنادي الرياضي والمسبح واتجهنا أمام أيضا كما تقدمنا للأمام بهمة أبطالنا وأبطال الجيش السوري الحر الجميع على دوار الجحجاح. وإن شاء الله بإذن رب العالمين اليوم أو غدا محرقة داعش بمدينة الباب كاملة إن شاء الله. تحرير قادم ونبشر أهالينا في مدينة الباب أن النصر قريب بإذن الله. دعائهم لنا وعاش ثورتنا وعاش شعبنا العظيم. أنت